نحن كمجلس حكماء عيون سوق الجمعة أجمعنا على دعم مشروع الدستور أو الاستفتاء لمشروع الدستور بالأدق، لأن هذا المشروع أنجزته هيئة منتخبة ليبية وهو حق أصيل لكل الليبيين، ولا يستطيع أحد أن ينتزع هذا الحق من الليبيين. لذلك كان لقاءنا اليوم في ذات العماد في طرابلس لدعم من يدعو للاستفتاء على مشروع الدستور، ولدينا استحقاق آخر وهو انتخابات 24 ديسمبر، فنحن للتوفيق بين الانتخابات في 24 ديسمبر والاستفتاء على مشروع الدستور إن لم يتأتى من ناحية العملية فإننا ندعم ما ذهب إليه عدد كبير من نواب البرلمان وأعضاء المجلس على الدولة في اتخاذ هذا المشروع يعني لفترة انتخابية واحدة، وهو الحل الأمثل الحقيقة، ونحن ندفع في هذا الاتجاه بكل قوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق جميع الليبيين لما فيه خير البلاد العباد.